تم لقائي تثير الجدل في حفلة سيلوي، شاهد المزيد من التفاصيل. أحيا اليوم الفنان السيلاوي حفلته في الأردن، وكان أداء الفنان السيلاوي على المسرح مميز حيث أعطى كل طاقته، وأيضا قام بإسعاد والده على المسرح في أجواء مؤثرة. وحضر حفل السيلاوي معظم مشاهير الأردن من بينهم صبا شمعة، وسام قطب، صباغ، عمر حميدات، وأيضا ظهرت قمر الطائي في السيارة، الأغلب توقع أنها في الأردن لحضور حفلة السيلاوي، لكنها لحد الآن لم تقم بالإعلان عن مكانها، وما زال موضوع سفر يبلأه الغموض. توقعاتكم بخصوص هذا الخبر؟ دقيقة يسعد، ايش هاد الشوارع؟ نار. Change, I just love the feeling of dying, gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is